اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في هزيمه غير مستحقه للنادي الاهلي وغير مستحقه بالفعل، ان بدايه مباراه جيده وتغييرات جيده وتوقيتات التغييرات كانت جيده، ولكن تظل المشكله الكبرى هي اضاعه الاهداف. 6 أهداف حقيقية أو 6 فرص حقيقية كان من الممكن جدا جدا أن تغير نتيجة المباراة، ولكن على الأقل كان من الممكن جدا أو كان من العادل جدا أن يخرج النادي الأهلي في هذه المباراة حتى بنقطة التعادل. ولكن هذه هي كرة القدم، هزيمة من وجهة نظري غير مستحقة للنادي الأهلي، كانت من الممكن جدا أن تخرج هذه المباراة بنقطة التعادل، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم. كابتن حشيش هارد.